اول ما قلت يستخدم قلب مالتي بيد ابتسمت انا ليه. انا عايز اقول لك بنت حلال مصفي ده السؤال اللي بعد كده في صلب اللي انت بتتكلم. والله السؤال جاي لنا من محمد جابر وبيسال هل قلب مالتي بيد بيتعارض مع مرضى القلب؟ قلب مالتي فيت لا يتعارض اطلاقا مع مرضى القلب ولا يتعارض مع ادويه مريض القلب او مريض الضغط. بالعكس قلب مالتي فيت مليان فيتامينز هتدعم له صحته جدا وهتظبط بنسبه ما نسبه الكوليسترول وهيديله نشاط لان مريض القلب احيانا بتلاقيه على طول تعبان بينهج من اقل مجهود فيقدر يستخدم قلب مالتي فيت لا يتعارض. اهم حاجه ان هو يستخدمه مرة واحدة في اليوم كبسولة صباحا بعد الفطار بنص ساعة. تمام.